لعمل استخباراتي وعسكري ومن خلال تجفيف مصادر تمويله وكذلك من خلال احترام سيادة ووحدة الدول المعنية وفي الأخير من خلال عمل اجتماعي يدعم الفئات المهمشة لإبعادها عن هذا التنظيم الوحشي. نواصل من نشرتنا من قناة الجزيرة وفيها بعض الفاصل. الحكومة التركية الجديدة برئاسة داوود أوغلو تقدم تشكيلتها النهائية إلى أردوغان دون تغييرات جوهرية. The future of Syria. Rula Amin, Al Jazeera, Akkar, Northern Lebanon. Well, Iraq is home to more than 200,000 Syrian refugees, but as our correspondent Sue Turson explains, people in Iraq's Domiz refugee camp are trying to keep their lives as normal as possible. I'm deep in the Domiz Syrian refugee camp, about 50 kilometers from the Syrian border, deep in Kurdistan. And this is perhaps not the usual image you see of a refugee camp. They're down here cooking some fairly delicious food in a restaurant that's been set up by one of the Syrian refugees. حياكم الله مشاهدينا في برنامجكم برنامج درب المدينة في موسمه الثالث. الهدف الرئيسي من البرنامج ان احنا نسلط الضوء على كل ما يحدث وكل ما يدور في قطر باستطاعتكم ان انتم تتواجدون معنا وتشهدون الحدث وتشوفون طريقة التصوير ورحلتنا في درب المدينة. طبعا تقدرون تتواصلون عبر الايميل وتتواجدون في المنطقة اللي راح نصور. في الأردن لا يخفي المسؤولون قلقهم جراء دخول أزمة اللاجئين السوريين عامها الرابع، بينما تنتقد الحكومة تقصير الجهات الدولية في تمويل كلفة هذا اللجوء، تستمر محاولة اللاجئين في التكيف مع ظروفهم الجديدة. سوت قوات النظام السوري بيته بالأرض في حي الربيع العربي بحمص، فاجتاز الحدود ليبني بيتا يؤوي أفراد عائلته العشرة في الزعتري. كل شيء love conquers all. And there is plenty more still to come on this news hour, including as hundreds of thousands demonstrate in Yemen's capital. We'll have more on the country's growing sectarian divide. West Africa's Ebola outbreak spreads to Senegal, but the testing of an experimental drug on monkeys offers new hope. And the NFL sets new penalties for domestic violence. More coming up in sports.